هنتكلم سريعا عن الكلاسيفيكيشن للونج والشورت تيرم اكونت تحت الاي اف ار اس 16 في البروبرتي مانجمنت. از ان الستاندرد اكونتنج ما بيعملش كلاسيفيكيشن او تقسيم للونج تيرم والشورت تيرم، فاحنا ده بشكل ما نقدر نعمل سويتشنج او ري كلاسيفيكيشن للقيد بتاع اللونج تيرم والشورت تيرم بالشكل اللي ممكن نشوفه في الايفنت الاكرول زي ما احنا شايفين كده. الاكرول اكاونت تطلع الانترست لللونج لايبيلتي والامورتيزيشن للاكيوميليتد امورتيزيشن، ونقدر نعمل سويتشنج او ريكلاسيفيكيشن لللونج تيرم على الشورت تيرم. وطبعا كل 12 شهر محتاجين الشورت تيرم ال 12 شهر الجايين، فانا محتاج في كل شهر الاكرول يبدا يريفرس الجورنال بتاع الشورت تيرم بتاع الشهر ده ويبدا يكرييت الشورت تيرم كلاسيفيكيشن الجديده. هنشوف ده على الابلكيشن سريعا كده. سريعا انا عملت عقد within الشكل الجديد او التقسيم للكلاسيفيكيشن، فزي ما احنا شايفين كده البوكينج ب 457 والاكرول بتاعنا ب 10000 وشويه، والفواتير طلعت من الاي بي فعليا ب 120000 از بيمنت على اللونج تيرم. هنتشيك مع بعض سريعا من اول الكرييت اكونت وابدا سبميت ريكوست. ميك شور ان ريكوست فاينلايز. زي ما شايفين كريت اكونت بدا يرن الاكونتنج بروجرام، بعد كده جنرال امبورت للبوستنج للابديت سب ليدجر، بعد كده ملتي بيريود اكونتنج اند ريفرسال. بقدر ارجع اشوف سريعا ان الايفنتس على الترانزاكشن done accounted. لما ابدا اروح لشهر 8 كل اللي محتاجه بس ان ارن الكومبليت مالتي بيريود اكاونتنج تاريخ 1 اوغست 2021 واتاكد الكومبليت مالتي بيريود، هو كمان ران كومبليت وامبورت الجورنال للجي ال. بعد ما كومبليت مالتي بيريود اكاونتنج يفاينل كومبليت نورمال، ابدا ابص سريعا على القيود اللي اتحركت على مستوى العقد ده سواء في الاي بي او في البروبرتي مانجمنت ايفنت بالكلاس. هاكسبورت الكلام ده على اكسل بالشكل ده، فهقدر اشوف زي ما احنا شايفين كده على حسابات اللونج تيرم والشورت تيرم. الحساب اللونج تيرم والشورت تيرم على البوكينج وعلى الايتم اكسبنس بس اوكي. فهنشوف الاكرول بس هيظهر معاه طبعا الكريدت بتاع الانترست والكلاسيفيكيشن او ريكلاسيفيكيشن اللي حصل. الريكلاسيفيكيشن اللي حصل من اللونج تيرم للشورت تيرم بقيمة النكست يير as a present value. وفي إشارة تانية اللي هو في شهر 8 هبدأ ريفرس الجورنال اللي اتحرك ده معايا عشان أبدأ أكريت الجورنال الجديد الشهر اللي جاي بنفس المنطلق، وأقدر أشوف الشورت تيرم بتاعي as a account في الجي ال بالانس. وكده بقدر تشوف القيود بتاعت الريكلاسيفيكيشن للونج تيرم والشورت تيرم والريفرسال بتاعها في الشهر التالي. شكرا.